الآلية اللي هي تقع تحت نطاق هيئة الآثار. احنا نحتاج ان تكون في آلية تسرع هذه الإجراءات على اساس ما يتضررون ملاكها، لان الكثيرين اللي احنا يعني يتواصلون معنا ويكلمونا يقولون لك ان احنا حتى يوم اشترينا هذه الأراضي او هذه العقارات ما كان عندنا خبر ان هي تحت حظر او عليها هيئة، يعني حتى كان المفترض ان وقت اللي هم بيشترون في التسجيل العقاري يخبرونهم ترى هذه الأراضي تحت هيئة الآثار وفيها اشتراطات محددة، يعني الكل يعرف ان هذا النوع من الأراضي أو العقارات لما يتم شرائها إعادة بنائها أو ترميمها يكلف 10 أضعاف من البناء العادي، لأن هي تحتاج أنك تحافظ على الهوية وتحتاج أنك تستخدم المواد الأولية اللي تم البناء فيها. إحنا مع الهيئة ومع أن إحنا نحافظ على القيم ونحافظ على العادات ونحافظ على هوية البحرين ومع أن إحنا يكون عندنا في كل المناطق، لكن في بعض المناطق يتم يعني بشكل عام أن يحطون عليها بس إذا عمر العقار 50 سنة أو فوق يتم حظره، لكن في الواقع هو لا يمكن استخدامه ولا يمكن الاستفادة منه، وتصير أنها هي بيوت تعج بالناس يعني اللي يمارس فيها أشياء غير أخلاقية أو تستخدم حق الحيوانات أو القطط أو شيء، وتزعج الجيران اللي يكونون حواليها، فهذه كلها آثار. ولما احنا نكلم الجهات المعنية الأخرى يقول لك احنا ما عندنا صلاحية أن احنا نتدخل أو نسوي أي شيء لأن هاي تحت هيئة الآثار. لما تخاطب معاهم صاحب البيت او الورثه او الموجودين عليه او اللي كانوا يملكونه مو موجودين ولا يقدرون يحلون المشكله، ولا حد استفاد من هذه العقار ولا حد يعني قدر يحل المشكله حق الاخرين اللي هم ساكنين فيها. فصارت ان الفكره بدل ان هي تكون ذات اثر ايجابي وتحافظ على هويتنا صارت ان هي عبء ومشاكل تسبب في الاحياء السكنيه. اخر نقطه، طبعا احنا نشوف ان الهيئه عندها طموح كبير واحنا معاها فيه، لكن احنا ما نشوف ان في الميزانيات لهم ميزانيات او لهم مبالغ حق تحقيق هذه المشاريع، فنطمح ان يكون في الميزانيات القادمه يكون لهم مبالغ عشان ينفذون هذه المشاريع وعشان انهم يساهمون ان يحلون هذه المشكله، لان اليوم هذه صارت مشكله حق الملاك انفسهم، واليوم احنا نعاني من يعني كان ركود اقتصادي تبعه ان احنا سوينا برنامج تعافي اقتصادي. كثير من اصحاب هذه الاملاك يقول احنا عندنا عقارات ما نستطيع نستفيد منها ان احنا نحرك العجله الاقتصاديه، صايره واقفه، لا هو مستفيد منها ولا البحرين مستفيده منها عشان نحقق النمو الاقتصادي.